الحلبوسي من النجف، المحافظة تعاني من نقص التخصيصات المالية. الفتح يحدد موعد التصويت على رئاسة الجمهورية وطرح اسم رئيس الوزراء. العبادي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني. ومحافظ صلاح الدين يشدد على إعادة جميع نازحي قضاء بيجي. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاثنين أن محافظة النجف الأشرف تعاني من نقص التخصيصات المالية، مشيرا إلى أن محافظتي النجف وكربلاء تحتاج إلى تعامل خاص. وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة النجف الأشرف بحضور المحافظ ورئيس وأعضاء المجلس إن محافظة النجف الأشرف كما بقية المحافظات تعاني من نقص في التخصيصات المالية، مبينا أن العمليات ضد داعش أثرت سلبا على الأداء الخدمي، لكن ذلك لا يعفي المسؤولين من أداء دورهم. وأضاف الحلبوسي أن هيئة رئاسة مجلس النواب بحثت مع المسؤولين في المحافظة ملف الاستثمار ونقل الصلاحيات الذي أرهق كاهل المحافظات وكبل الطاقات، مشددا على ضرورة توفير التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة عام 2019. ودعا الحلبوسي إلى أهمية التعامل مع محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة إلى التعامل الخاص بعيدا عن النسب السكانية. أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن تقديم 30 شخصا للترشح لرئاسة الجمهورية. وقال الحلبوسي للصحفيين من النجف: لدينا ما يقارب 30 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، ننتظر التدقيق في ملفات ترشحهم، وملتزمون بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية ضمن التوقيتات الدستورية، وإن لم يحسم بالتوافق فسنلجأ للتصويت. وأضاف الحلبوسي أن دور الكتلة الأكبر ينتهي بتسمية المرشح، ولكن يجب أن تكون هناك توافقات لاختيار شخصية سياسية إدارية مهنية كفؤة قادرة على إدارة هذا الملف، وإذا لم يتوافق عليه الجميع سيتوافق عليه البرلمان. حث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين رئيس مجلس النواب ونائبيه على تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان. وذكر مكتب الصدر الخاص في بيان أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استقبل اليوم محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه حسن كريم الكعبي والدكتور بشير خليل حداد في النجف أي الحنانة. وأضاف أنه جرى خلال اللقاء بحث العملية السياسية وأهمية الإسراع في تشكيل الحكومة للقيام بمهامها الأساسية في توفير الأمن والخدمات والسعي الحثيث والجهد لتحقيق تطلعات الشعب العراقي إلى العيش الحر الكريم وبمختلف انتماءاتهم. وأوضح أن الصدر حث الحلبوسي ونائبيه على تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب والإسراع بإقرار القوانين التي تسهم في رفع معاناة المواطنين العراقيين. أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد اليوم الاثنين خلال زيارته مع أعضاء هيئة رئاسة المجلس بأن واقع محافظة النجف يجب أن يرتقي إلى أعلى المستويات باعتبارها مدينة مهمة ولديها إرث وتاريخ وحاضر كبير. الحداد أضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في محافظة بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أنه جئنا إلى النجف الأشرف لكي نقوي الدور التشريعي وإزالة العقبات التي تواجه المحافظة. مرة أخرى تثبت النجف بأنها قبلة جديدة للمسؤولين العراقيين، فالمدينة الواقعة جنوبي البلاد لم تعد عاصمة دينية فقط بل بوابة لحل الأزمات سيما السياسية منها حينما تستعصي الأمور على بغداد. مرة أخرى تثبت النجف بأنها قبلة جديدة للمسؤولين العراقيين في المدينة الواقعة جنوب البلاد لم تعد عاصمة دينية فقط
بل بوابة لحل الأزمات سيما السياسية منها حينما يستعصي الأمر على بغداد. ومع تزايد أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية فإن الخلافة تتزايد الأخرى سيما بين الحزبين الكرديين اللذان يملكان قاعدة شعبية هي الأوسع في الإقليم، ويبدو أن الصراع الظفر بالمنصب سيستمر حتى الآخر. إلى ذلك أكد الأمين العام للتجمع المدني للإصلاح سليم الجبوري أن دخوله في تحالف الإصلاح والإعمار كان مرتبطا بالبرامج الإصلاحية والأهداف التي تم الإعلان عنها للجمهور عند بداية تشكيل التحالف، والتي ينتظر تطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع، إضافة للاتفاقات المبدئية التي تم أساسها التفاهم ضمن هذا التحالف. فيما دعا ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية ياد علاوي قادة الكتل إلى مراجعة سريعة وحاسمة لما تشهده العملية السياسية، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من عملية سياسية تتبنى التدخلات والإملاءات الدولية السافرة واستعمال المال السياسي والتزوير الفاضح في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. ويبقى الصراع الدائر دون الوصول إلى نتائج حقيقية يعتمد على مدى استيعاب جملة من النواب لخطورة الأوضاع في حال تعذر الوصول إلى مرشح لبقية الرئاسات وتحديدا رئيس مجلس الوزراء. أكدت النائبة عن تحالف الفتح أشواق كريم اليوم الاثنين أن الكرد لم يحسموا إلى الآن مرشحهم لرئاسة الجمهورية، فيما استبعدت التصويت على رئيس الجمهورية بجلسة غد الثلاثاء. وقالت النائبة في تصريح صحفي أن الكتل الكردية لم تحسم موقفها من رئيس الجمهورية، وسيتم إعادة التصويت على مرشح معين من الأسماء المطروحة لهذا المنصب في جلسة غد الثلاثاء، لافتة إلى أن الجلسة ستشهد مناقشة أمور أخرى منها ما يخص محافظة البصرة وتشكيل لجان مجلس النواب. وأضافت كريم أن الجلسة التي تأتي بعد جلسة الغد سيتم فيها التصويت على رئيس الجمهورية واحتمالية طرح اسم رئيس الوزراء فيها، مبينة أن الفتح المنضوي في تحالف البناء سيصوت للذي يراه الأكفأ. من جهة أخرى، أكد القيادي في حزب الدعوة عبد الإله النائلي انتهاء الخلافات بين تحالف النصر وائتلاف دولة القانون بعد اجتماع قادة الحزب. وقال النائلي في تصريح صحفي اليوم أن اجتماع قيادة حزب الدعوة أنهى جميع الخلافات بين ائتلافي النصر برئاسة حيدر العبادي ودولة القانون برئاسة نور المالكي، وأسس الاجتماع لبداية تعاون وثيق بين القادة داخل التحالفين. وأضاف أن الائتلافين المؤلفان من 60 نائبا اتفقا على تشكيل كتلة عمل موحدة بشأن تشكيل الحكومة واختيار رئيس وزراء مقبل، فضلا عن إقرار جميع القوانين الأخرى في البرلمان بمعزل عن الكتل الأخرى. قال عضو ائتلاف دولة القانون علي المالكي إن تسمية مرشح مستقل لتسنم مهام رئاسة الوزراء بادرة جيدة صوب تشكيل الحكومة الجديدة. وذكر المالكي أن الحراك السياسي مستمر والجميع يريد بناء دولة قوية بدءا من المناصب العليا والسعي لتحقيق تطلعات المواطنين وتوفير الخدمات، مؤكدا أن تسمية مرشح مستقل لرئاسة الوزراء بادرة جيدة نحو تشكيل الحكومة الجديدة. وبيّن أن محاولات الدمج بين ائتلافي النصر ودولة القانون وصلت إلى مرحلة متقدمة، لأن العراق بحاجة ماسة إلى اتحادهما حسب تعبيره. أكد النائب عدي عواد على إصرار كتلة صادقون على إقالة وزيرة الصحة والموارد المائية والبلديات، والذي اعتبرهم السبب الحقيقي للأزمة التي تعيشها المحافظة، وذلك في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء. بصورة عامة تدرون الثلاثاء راح استجابة للطلب اللي قدمناه المفروض يحضر وزير المواد المائية وزير الصحة ووزيرة البلديات والمسؤولين في وزارة المالية، واحنا مصرين يعني كحركة صادقة على إقالتهم داخل مجلس النواب، يعني ما راح نسمح بأي تهاون معاهم باعتبارهم سبب الأزمة اللي صارت بالبصرة. فيما يخص الملفات حقيقة قدمنا كثير من الدعاوي على المتجاوزين على خطوط الناقلة، لكن تنتظر بعض الإجراءات القانونية من قبل القاضي نزاهة البصرة، وأتأمل أنه يصير إسراع بها حتى تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية
بحق هذه الثلة اللي مع الأسف لحد الآن تهدر بالمياه. لمح هاشم الحبوبي نائب الأمين العام لحزب الوفاق الوطني إلى احتمالية مقاطعة ائتلاف الوطني للحكومة الجديدة ومجلس النواب احتجاجا على لهج المحاصصة الذي تمارسه الكتل السياسية. وأكد الحبوبي في تصريح صحفي أن ائتلاف الوطني بجميع مكوناته ومنها حزب الوفاق الوطني اتفق على مقاطعة الحكومة الجديدة وكذلك مجلس النواب في حال استمرت الكتل السياسية باعتماد منهج المحاصصة الطائفية بمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن ائتلافه سيدرج مطالبه وشروطه التي يرغب بتحقيقها في المرحلة المقبلة، حيث أضاف أن زعيم ائتلاف الوطني إياد علاوي طرح اسمه كمرشح لتولي منصب رئاسة الوزراء من بين عدة شخصيات تتنافس على المنصب. أكد الأمين العام للتجمع المدني للإصلاح سليم الجبوري أن دخوله في تحالف الإصلاح والإعمار كان مرتبطا بالبرامج الإصلاحية والأهداف التي تم إعلانها للجمهور. وأشار الجبوري أن ومن خلال ملاحظاتنا وتشخيصنا لمكامن الخلل ابتداء من الحاجة إلى وضوح الرؤية لدى التحالف ووجود اجتهادات واتفاقات، من المهم أن تتناسق مع المبادئ العامة، بخلافها يكون هناك تهديد لتماسك الحالف. ودعا الدكتور سليم الجبوري القيادات المشكلة لتحالف الإصلاح والإعمار إلى معالجة سريعة لمواطن الخلل لكي يعطوا لشركائهم مبررا مقنعا وعمليا لدعم التحالف. أعلن تحالف الإصلاح والإعمار في العراق مساء أمس الأحد عن نتائج اجتماعه الدوري الثالث الذي عقده بالعاصمة العراقية بغداد، وتم الاتفاق فيه على توحيد الجبهة الداخلية للتحالف بشأن انتخاب رئيس الجمهورية. واتفق التحالف الذي يضم ائتلافات سائرون والنصر والوطنية على توحيد البرنامج الحكومي لقوى التحالف، مع الانفتاح على تحالفي البناء بقيادة هادي العامري والقوى العراقية السنية والتعاون معهما في تشكيل الحكومة. كما أعلن قادة التحالف الاتفاق على تسمية رؤساء الكتل النيابية للتحالف. أكد النائب عن تحالف سائرون حسن الجحيشي اليوم الاثنين أن تحالفه يرفض قبول أي مرشح لرئاسة الوزراء من داخل الأحزاب السياسية. وأكد الجحيشي أن سائرون حريصة على اختيار شخصية مستقلة بعيدة كل البعد عن الانتماء الحزبي والسياسي، مضيفا أنه من ثوابت تحالفه الذهاب نحو اختيار شخصية لرئاسة الوزراء بعيدة عن الأحزاب السياسية وتتمتع بمواصفات المرجعية الدينية. وأشار النائب عن سائرون إلى أن الشارع العراقي يتطلع إلى اختيار رئيس وزراء مستقل يلبي طموح ورغبات أبناء الشعب العراقي. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد فايز الخفاجي المحلل السياسي. سيد فايز أهلا ومرحبا بك. سيد فايز هل تسمعني؟ سيد فايز. نعم حياك الله سيد الفاضل. حياك الله سيد فايز الخفاجي المحلل السياسي في نشرة قناة سامراء الفضائية. بداية سيد الكريم، يبدو أن الاجتماعات السياسية دائما ما تكتفي بتصريحات تشكيل الحكومة دون ذكر مرشحين، يعني ربما محددين بالأسماء من قبل الكتل، إلى ماذا يشير ذلك برأيك سيد الكريم؟ سيد فاضل أحييك وأحيي مشاهدي قناتكم الكريمة. هو تشير الإعلان ليوم أمس الذي أعلنه بعض قادة تحالف الإصلاح والإعمار هو على تشكيل الكتلة الأكبر. أول شيء البيان لم يستغرق 4 دقائق وكان فيه 12.3 أحمد الموسوي صدر. هذا البيان كان خالي من أي
مشروع لبناء الحكومة العراقية المقبلة. هذا يدلل على أن المجتمعين في فندق بابل هم ليسوا لا يمتلكون الكتلة الأكبر. نعم. وإلا لو كان هؤلاء يمتلكون الكتلة الأكبر عقدوا مؤتمرا صحفي بعدد الأعضاء الموجودين لديهم، وهؤلاء الأعضاء الذين قالوا 170-177 سيبان للناس بأن هؤلاء هم الكتلة الأكبر. إذن هم ليس لديهم الكتلة الأكبر، هو مجرد التصارف على المغالب جبال ما يعرف بتحالف البناء أو البناء. هذا التغانم أو الصراع هو من الذي يمسك بناصية رئيس الوزراء الجديد ويفوضه بالقوة، طبعا القوة البرلمانية. هذه القوة هي لتحقيق المكاسب وترسيخ المحافظة الطائفية من جديد. لذلك 12 نقطة لا تجد فيها نقطة واحدة بشكل واضح لمحاسبة الفاسدين والسراق وإصلاح الجهاز القضائي وإصلاح الجهاز الإداري وتعديل وضع العملية السياسية. بل اعترفوا بهذه النقاط أن عملية انتخاب رئيس البرلمان الجديد هو تمت بشكل غير قانوني، وغمدوا من بعيد انه بشكل غير شرعي. طيب هؤلاء الموجودين اذا كانوا يمتلكون الكتله الاكبر، كيف مضى رئيس البرلمان بتصويت 169 صوت؟ هذا يعني انهم لا يمتلكون الكتله الاكبر بشكل واضح. طيب سيد الكريم، يعني هذا ما يعني يؤدي الى موضوع اخر، يعني فيما لو تم توافق او الخلاف حول مرشح رئاسه الوزراء، لا سيما وان هناك تحرك ربما خفي أو إن صح التعبير بين قطبي حزب الدعوة، قطب سيد نور المالكي وكذلك العبادي، هل هذا يؤدي برأيك إلى حدوث خلاف وتشظي داخل الكتل التي من المؤمل أن ترشح اسم لرئيس الوزراء المقبل؟ سيد الفاضل، الاجتماع الذي عقد بين أصحاب حزب الدعوة قبل يومان من الآن، نعم، هو لم يكن اجتماع حاسم. أول شيء لم يخرج بتشكيل كتلة موحدة لحزب الدعوة الإسلامية. النقطة الأخرى أن هذا الحزب لم يحتم مرشحه لرئيس الوزراء. النقطة الثالثة أن العبادي هو لا يمتلك الأكثرية في داخل كتلته، حيث كتلته تشظت. بالإضافة إلى أن المنتمين إلى الحزب رسميا والذين فازوا بالانتخابات في بعض المصادر يقال 9 أو أكثر بقليل أو أقل بكثير، وهؤلاء هم الذين اجتمع الحزب من أجلهم، هم يمثلون أقلية في داخل الحزب. الحزب يعيش حالة مرضية على المناصب وعلى المغانم، لذلك لم يخرج بيانه كبيان تحالف الإصلاح والإعمار، وهو أقرب إلى بيانات الهلال الأحمر العراقي أو الصليب الأحمر الدولي، هي تشجب كذا وتستنكر كذا وتقف مع من. فلذلك يكون البيان هو مجرد بيانات إنشائية وليس سياسية حقيقية. طيب سيدي الكريم، هل سنشهد استفافات سياسية ربما جديدة على المشهد السياسي، لا سيما وأن هناك تشظي في الأسماء المرشحة خاصة لمنصب رئاسة الجمهورية من قبل الطرف الكردي، كما أعلن السيد الحلبوسي بأن هناك ما يقارب 30 اسم مرشح لرئاسة الجمهورية، كيف تصف الوضع في جلسة يوم غد؟ سيد الفاضل، التشظي ليس يعني شيء. بالنسبة للمشهد الكردستاني يسيطر عليه حزبان منذ عام 1975. الحزبان هما الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي الذي يسيطر على دهوك ويسيطر على أربيل. أما بالنسبة إلى حالة سعود سليمان فيسيطر على الاتحاد الوطني الكردستاني اليكفي. بالنسبة للمرشح يخرج من هاتين الحزبين. أما بقية الأسماء فهي تطرح للاستعراض الإعلامي، وإلا سروة عبد الواحد مع احترامي لها وغيرها، ما هي الضمانات التي تقدمها للذي سيأتي ويصوت لها؟ الذي يصوت لرئيس الجمهورية يجب أن يسند الحكومة القادمة، والذي يسند الحكومة القادمة يجب أن تكون أغلبية كردية. بالنسبة للسيد البارزاني، هو عرض مرشحه دكتور مراد حسين من أجل الضغط، وهي من أجل قضية كركوم ومن أجل بعض المناصب السيادية. وإلا بالنسبة للبارتي هو ليس مغرض بمنصب رئيس الجمهورية، بل هو يريد أن يكون منصبه هو رئاسة الإقليم ويعزز مواقعه الأخرى، وهو يعرف أن بالنسبة إلى مرشح اليكتي هو مدعوم أو لديه صداقات عميقة مع الجمهورية.
الجانب الايراني ومع الجانب الامريكي ومع القوى الشيعيه والقوى السنيه ومرجعيه النجف. نعم. فلذلك من اجل الضغط ورشه ليس الا. نعم. اما بالنسبه لاجتماع البرلمان قطعا. نعم. اذا لم تستمر القضيه اليوم او في فجر غدا او قبل دخولهم الى الجلسه، حتى اذا عقدت الجلسه لا تاتي بنتيجه، لان رئيس الجمهوريه يحتاج الى ثلثي المصوتين. وتقريبا هم 222 برلماني وبرلماني، يعني 222 صوت الا يمرر هذا المرشح. المحلل السياسي السيد فايز الخفاجي، كنت معي ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. أعزائنا المشاهدين، نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل اجتماع أمني مهم في الحرب. أهلا بكم من جديد. ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار الأمني ونتائج عمليات التفتيش والتطهير الواسعة التي انطلقت خلال الأيام الماضية في صحراء صلاح الدين والأنبار ونينوى باتجاه الحدود العراقية السورية. وناقش المجلس الإجراءات المتخذة بخصوص توجيه المجلس الوزاري للأمن الوطني بنزع الأسلحة من المواطنين وحصرها بيد الدولة والتصويت على الآليات الخاصة بها. عقدت قيادة الحشد الشعبي والقوات الأمنية في الحويجة اجتماعا أمنيا للتنسيق المشترك لملاحقة خلايا داعش. وقالت مديرية إعلام الحشد في بيان اليوم إن اللواء 56 في الحشد الشعبي والشرطة المحلية بمشاركة شيوخ ووجهاء ناحية العباسي التابعة إلى قضاء الحويجة في كركوك عقدوا اليوم اجتماعا أمنيا للتنسيق المشترك لملاحقة خلايا داعش. وأشارت إلى أنه تم التأكيد على دعم الاستقرار الأمني في المدينة ودعم الحشد الشعبي والقوات الأمنية في ملاحقة خلايا داعش والمساهمة في الإبلاغ عن المطلوبين للتحقيق معهم. اشتكى أهالي قرية بني سعد الواقعة شرق ضاء بلد جنوبي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين من مشروع ماء القرية الذي يحتوي على خزين كبير من قناني غاز الكلور السام والذي يستخدم في تعقيم المياه. وقال الشيخ محمود السعد مختار قرية بني سعد أن المئات من قناني غاز الكلور المتهالكة والتي مضى عليها أكثر من 15 عاما غير مستخدمة تهدد حياة الآلاف من المواطنين، إذا ما انفجرت فقد تحدث إبادة جماعية سببها الغاز السام، مع غياب واضح لدور الحكومة المحلية في المحافظة والجهات المختصة. تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين ضمن الصفحة الثانية من واجب تفتيش سلسلة جبال حمرين من قتل عنصرين اثنين من تنظيم داعش ومعالجة 9 عبوات ناسفة ونفقين يحتويان على خزان ماء وعبوات ناسفة محلية الصنع وبدلات تجهيز عسكرية متنوعة. وأكد المركز في بيان له تلقت قناة سامراء نسخة منه أنه تم العثور أيضا على غرفة تحت الأرض وقد تمت معالجتها من قبل طيران الجيش، كما عثرت على صاروخ SBG-9 مع الحشوة والحقيبة ودراجة نارية وكذلك معسكرين للإرهابيين يحويان على مواد الطبخ وأرزاقا جافة وأفرجة وبئر ماء ومواد أخرى. أكد محافظ صلاح الدين أمار جبر أن صفحة النازحين في المحافظة ستطوى قريبا ويتم عودة جميع نازحي المحافظة، نظرا لأن هذا الملف أصبح ينهك المحافظة ماليا وسياسيا.
وقال جابور خلال زيارته قضاء بيجي للاطلاع على آخر المستجدات لإعادة إعمار الطريق الرئيسي أن نازحي ناحية الصينية وباقي الأحياء داخل قضاء بيجي سيتم عودتهم جميعا وبشكل قريب. وأشار جابور إلى أن عودة النازحين لا تقتصر على قضاء بيجي ونواحيه وإنما يشمل كافة مناطق المحافظة وحدودها الإدارية، مبينا أن الأوضاع أو أوضاع النازحين أصبحت تؤثر على أوضاع المحافظة ماليا وسياسيا. رغم عمقها التاريخي إلى أنها تشكو تراجعا في الاهتمام من قبل الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، مدينة سامراء الأثرية إحدى أهم المدن تاريخيا تعاني نقص الخدمات والمرافق الخدمية التي تعد سببا مهما في جذب السياحة إليها. التقرير التالي والتفاصيل. آثار وحضارة تشكي ظلم الإهمال ونقص الخدمات رغم ارتياد أعداد من السياح والزائرين لها الذين استغربوا ما شاهدوه من إهمال طال تاريخ وحضارة هذه الآثار التي ظلت شامخة تعبر عن تاريخ العراق. حضارة سامراء يعني غنية عن التعريف، بس كثير من الناس يجهلون العمق الحضاري مالتها والعمق التاريخي لمدينة سامراء وحضارة سامراء، بس يراد لهم دعم، يعني يراد لهم يحسنون هاي المنطقة من المواقع مثلا المغاسل، المرافق السياحية، بناء المطاعم أو الكافيتريات، المصطبات لجلوس العوائل، هاي كلها تزيد من 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 إقبال الناس إلها، لأن يعني الناس تجي تشوف راحتها في هذا المكان فراح يصير إقبال هذا المكان. فنرجو من المحافظة والمحافظ والمجالس البلدية أنه يدعمون هذا الموضوع في كل العراق. وشفت شوية النظافة ممكن موجودة بس يرادي لها بعد أنظف تعرف، ويرادي لها مسائل ترفيهية بعد أكثر، وزوار لازم يدعوهم للزيارة يعني الدعايات أهم شيء حتى يوصلون الزوار يعرفون يستفسرون عن القضية سامرة وعن الملوية طبعا في صورة خاصة. ما عجزت عنه الحكومة استطاعت إحدى منظمات المجتمع المدني من تحقيقه باستقطاب الخريجين من كلية الآثار بحملة حضارتنا هويتنا، يستقبلون السياح ويعرفونهم عن حضارة مدينتهم ويوزعون فولدرات تعريفية عن تاريخ وحضارة سر مرعى. طبعا احنا شفنا اكو فد اهمال من الجانب الحكومي من باب الدليل السياحي للسائح او الزائر للمواقع الآثارية. احنا كمنظمة معنية بالتنمية ارتئينا ان نأخذ الجانب تنمية سياحية واطلقنا حملة اسميناها حملة هوية حضارتنا هويتنا. هذه الحملة نبين من خلالها اهمية المواقع الاثارية، اصل تسمية سامراء، سامراء سابقا قديما، سامراء حاليا، وأهم المواقع الآثارية والدينية في سامراء. من خلال متطوعين شباب المنظمة اللي هم خريجين كلية الآثار تطوعوا ليكونوا دليل سياحي، يستقبلون جروبات السواح والزائرين إلى المواقع الآثرية وتحديدا موقع الملوية. وعلى الرغم من ارتقاء المدينة الأثرية إلى سلم العالمية بعد الاعتراف بها من قبل اليونسكو كمدينة أثرية، إلا أن ذلك لم يغير شيئا من واقعها، وهؤلاء الشباب هدفهم توجيه رسالة عجزت الحكومة عن إيصالها لسنوات عديدة. لقناة سامراء مصطفى عبد الحميد. وبالعودة لموضوع قضاء بيجي ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد محمود قائم مقام قضاء بيجي. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم. بداية هل تعتبر تصريحات تصريحات السيد المحافظ بمثابة إنهاء حقيقية لمعاناة النازحين في قضاء بيجي هذه المرة؟ تفضل سيدي الكريم. شكرا جزيلا. حياك الله. اليوم حقيقة بزيارة السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جابر الجنوري لمسنا من خلال زيارته ومن خلال توجيهاته بأنه يحاول أن يفعل شيء أو يعمل شيء لقضاء بيجي ويعيد الخدمات إلى هذا القضاء ومن أجل إعادة النازحين واستقرار المواطن الذي والعوائل التي عادت إلى المدينة. ومن خلال الشرح المفصل الذي طرحناه أمام السيد محافظ صلاح الدين حول المعوقات التي واجهت القضاء وواجهت عملية الخدمات
وتقديمها للمدينة. وجه السيد محافظ صلاح الدين إلى مديريات محافظة صلاح الدين كل حسب عمله واختصاصه، مديرية كهرباء صلاح الدين ومديرية ماء ومديرية التربية وجميع المديريات على الإنجاز، ويكون متابع هذا الإنجاز أسبوعيا. ووجه بأن يكون تقديم تقرير من خلال أوقات المقام أسبوعيا لنسب الإنجاز في القضاء. طيب سيدي الكريم، هل هناك إحصائية لديكم عن عدد النازحين المتبقين خارج قضاء بيجي؟ يعني العودة بحدود 65% من العوائل، ما تبقى من قضاء بيجي حقيقة قليل، لأنه احنا عادة عندنا حوالي 23500 عائلة من مجموع 36000. طيب طيب ماذا عن الوضع البنيوي داخل قضاء بيجي؟ هل هناك تخصيصات مالية تم التوجيه لصرفها؟ هل هناك أموال ربما عن طريق تنمية الأقاليم ستوجه إلى قضاء بيجي؟ وما هي تحركات المسؤولين كحكومة محلية ماليا لدعم قضاء بيجي من ناحية الخدمات؟ يعني احنا دائما طالبنا سيد معارض صلاح الدين ومديريات العامة إعادة الخدمات كل حسب اختصاصه. يعني احنا يعني اموال عادة ان الاموال لا تأتي الى الاقضية بالمباشر، لكن تأتي عبارة عن مشاريع، يعني عادة تأهيل شبكة الكهرباء ونصب المحطات في قطاع الكهرباء، وعادة ايضا صيانة شبكة الماء وتصليح او اعادة تأهيل مشاريع الماء، وكل على حسب اختصاصه. وبالتالي اكيد هذه اموال تصرف على قضاء من خلال تقديم المشاريع للقضاء. طيب مع دعوات من قبل محافظ صلاح الدين إلى الهيئات التعليمية والتدريسية بالعودة إلى قضاء بيجي، مع الوضع الراهن للقضاء وكما هو معلوم أنه هناك خدمات كثيرة لم تتوفر داخل قضاء بيجي، والوضع حاليا لا يستوعب الأعداد الكافية ربما حسب تعبير وشكاوى بعض النازحين المقيمين خاصة في إقليم كردستان أو باقي المحافظات، بأن هناك ضغوطات بعودتهم خاصة أنهم لا يستطيعون الآن العودة مع بداية العام الدراسي الجديد. ما هو هذا أو خلفيات هذا الموضوع سيدي الكريم باختصار؟ يعني على الأخوة الكوادر التدريسية أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يحسوا بمهانات المواطن، مثل ما المواطن تحمل مسؤولية وعاد إلى المدينة ويحاول أن يتفاعل مع الحكومة ومع الخدمات لغرض إعادة المدينة، على الكادر التدريسي أن يتحمل شيء بسيط وجزء بسيط من هذه المعاناة لحين اكتمال إعادة الخدمات واكتمال تهيئة المدارس. يعني لدينا حقيقة يعني خوات من المدرسات والمعلمات في العام الماضي عاد إلى المدارس وهي مدمرة تحتاج إلى تهيئة، لكن بجهود إعادة المدارس وإن شاء الله موضوع الخدمات سوف في الأيام القريبة القادمة سوف تكون تغيير جذري وحلول كبيرة لإعادة تهيئة المدارس. توجيه السيد المحافظ اليوم كان بتأهيل المدارس، يعني طرحنا علي انه هناك مدارس مفجرة بالكامل او عزة بشرام وكرفانات بديلة لهذه المدارس. نعم. الاخ عزيز، يعني احنا نتمنى على الكوادر التدريسية ان يكونون ضمن هذه الحملة حتى يكونوا مشتركين بإعادة اعمار المدينة. السيد محمد محمود قائم مقام قضاء بيجي، كنت معي ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. حياك. أعلنت مديرية البيئة في ديالى الاثنين عن معاناة نازحي مخيم سعد بأطراف بعقوبة لما يعيشونه من ظروف صعبة جدا وانتشار الأمراض، كما أنهم يشكون من إهمال الحكومتين المركزية والمحلية. وقال مدير البيئة في محافظة ديالى المهندس عبد الله هادي الشمري في بيان أن ساكني مخيم سعد النازحين بأطراف مدينة بعقوبة يعيشون حالة مأساوية، وأضاف أن النازحين يشكون من الإهمال الكبير الذي يتعرضون له من قبل الحكومتين المركزية والمحلية. أعلن قائم مقام قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار علي داود الدليمي عن موافقة القيادات الأمنية على عودة 24 أسرة نازحة في مخيمات النازحين شرقي الرمادي إلى مناطق سكناها المحررة غربي المحافظة.
وقال الدليمي في تصريح صحفي أن الجهات الأمنية المسؤولة عن مخيمي النازحين في المدينة السياحية شرق مدينة الرمادي وافقت على عودة 24 أسرة نازحة إلى مناطق سكنها المحررة في قضاء القائم غربي الأنبار. وأشار الدليمي إلى أن هناك لجان أمنية مختصة تنظر في قضايا النازحين تمهيدا لعودة كافة الأسر. أعلنت محافظة ذي قار الاثنين عن نزوح أكثر من 2000 عائلة من مختلف مناطق المحافظة بسبب أزمة الجفاف، فيما حملت الحكومة المركزية المسؤولية. وقال النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي في بيان له إن الحكومة المركزية لم تتعامل بشكل جاد مع ملف أزمة المياه التي تضرب المحافظة بالرغم من حجم الكارثة البيئية وبالرغم من عشرات المناشدات التي وجهتها الحكومة المحلية لوزارة الموارد المائية ورئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا نزوح أكثر من 2000 عائلة من مختلف مناطق المحافظة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين نتائج قبول المعلمين المجازين دراسيا ضمن قناتي العامة وذوي الشهداء في الجامعات للعام الدراسي 2018-2019. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان أن الوزارة أصدرت قوائم تتضمن أسماء المعلمين المجازين دراسيا المقبولين ضمن قناتي العامة وذوي الشهداء في الدراسة الصباحية للجامعات وفقا لاختصاصاتهم الدراسية، والبالغ عددهم 409 من المعلمين والمعلمات. وأضاف البيان أنه بالإمكان الاطلاع على أسماء المعلمين المجازين دراسيا عبر البوابة الإلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة. افتتح وزير الداخلية قاسم الأعرجي اليوم الاثنين المرحلة الأولى لمصنع البطاقات والجواز الإلكتروني داخل مطار بغداد الدولي. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المشروع جاء بالتعاون مع شركة ألمانية عن طريق الاستثمار مع صندوق شهداء الشرطة، فيما قال الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق بأن التخطيط لهذا المشروع كان منذ عام 2015 واليوم ظهر المشروع إلى العيان. أكد رئيس شركة سيمنز جو كايسر الاثنين استعداد شركته لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير الآلاف من فرص العمل في العراق. وقال رئيس الشركة في تغريدة على تويتر: اليوم يمكن أن يكون بداية لمستقبل الفخر في العراق، مبينا أنه سلم بصورة شخصية التزامات شركته ووعودها بإعادة بناء البلاد. وأوضح أن هذا الأمر سيحدث عن طريق التحسين الفوري للطاقة والتعليم وتوفير آلاف الوظائف والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن كل هذا من الممكن أن يقدم بأسعار معقولة للشعب العراقي. شكرا لك زميلي عبد الله. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. الحلبوسي من النجف: المحافظة تعاني من نقص التخصيصات المالية. الفتح يحدد موعد التصويت على رئاسة الجمهورية وطرح اسم رئيس الوزراء. العبادي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني. ومحافظ صلاح الدين يشدد على إعادة جميع نازحي قضاء بيجي. ختاما شكرا لكم وإلى اللقاء.